أقسم بالله العلي العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأكون من وسائل رحمة الله وأن أخدم بلدي وأن أقدس حياة الإنسان وأن أحفظ كرامته وأبذل رعايتي للقريب والبعيد وأن أثابر في طلب العلم وأسخره في نفع الإنسان وأن أوقر من علمني وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي نقية مما يشينها تجاه الله ورسوله وأهل بيته والمؤمنين والله على ما أقول شهيد أحسنتم وفقكم الله.